نرجع للمواضيع الكبيرة الأصول، يبقى دي الذي اكتسبناه من الحياة المكية. الصحابة الكبار يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ولم وقصدوا أن لا يحفظوا كل ما قيل من رسول الله، لأنهم انتقوا ما ينفع الدين، وده كان منهج عظيم. ثم أنهم في الكلام القرآني عارفين أنهم يقدروا يحفظوا، لكن في كلام رسول الله خشوا أن لا يتثبتوا من الكلام العادي المسترسل النثر يعني الذي كان يقوله الرسول، فقالوا نقول المتثبتين منه حافظينه فقط. فده خلاهم في النهاية ينتجوا منهج عظيم من عدم الإكثار في الكلام عن رسول الله في 13 سنة 8 روايات. تاني شيء، وده اللي شرحته من شوية، الجمع كان يقصد به الحفظ الحقيقي من الضياع. اتنين، انه لم يكن يقصد به استظهار مهارات، بل ان هذه الطريقة كانت افضل حينها من الكتابة لو وجدت الكتابة في العهد المكي. ده كلام هيأهلنا لحاجات ارجوكم احفظوها، وانا ما بقتش اعيد تاني في الحلقة اللي بعد كده، لان اللي ما شافش ما فيش حل، لازم يرجع يشوف. هذا هيؤهلنا بقى مش بس للخلل المناهج البشرية التي جاءت بعد الصحابة، لا، ده هيأهلنا للفرق الشاسع بين الحياة في مكة مع أكابر المهاجرين، والحياة في المدينة مع السادة طبعا الأنصار، لكن مع من دخلوا الإسلام متأخرا في المدينة من خارج المدينة أو الجيل الثاني من الصحابة. وده هشرحه بكرة، لأن بكرة هفتح باب معاكم الحياة في المدينة، وبعد كده عشان كل ده هيأهلنا للعلوم اللي ظهرت بعد كده. هم سموها علوم وأنا همشي على كلامهم، بس العلوم دي دول بالنتائج المحددة دي كمان مع عهد المدينة، هوريكم بقى الخلل في العهد ما بعد وفاة الصحابة كلهم، ما يسمى عهد التابعين، هوريكم الخلل الحقيقي في المنهج اللي هي المقدمات والأساسات اللي هي أنتجت في الآخر نتائج وروايات وآراء فقهية واللي انتوا عارفينه، أنا شرحته على الخريطة من يومين اللي هي علوم التراث، ما أنتج هذا المهلكة أو هذه المهلكة التي نعيش فيها من رأس الهرم، فكرة القتل وإباحة الدماء وإطلاق الجهاد على عواهني وحاجات كتيرة، نزولا لمعاملة غير المسلم، نزولا لحقوق المرأة، نزولا زي ما بقول لكم لأصغر حاجات في الدين حتى ولو الختان. هذه جريمة كبرى ترتكب وللأسف باسم الدين. كل ده من أصول مناهج علوم لم يراجعها أحد ولم يسمح لأحد أن يراجعها كفعل بشري مقابل فعل بشري.